السلام عليكم. نسألك ديال الحارس المنتخب الوطني اللي ما بطل الاطراف. المشاركه ديالنا في مصر كانت جد شريفه، جد جيده، قدمنا فيها اداء جيد، حكينا فيها البالون كما كيقولوا، كما كنقولوا بالمغربيه ديالنا. شرفنا الرايه وشرفنا الملك ديالنا تما، طلعنا الدرابو في الديار المصريه. بالنسبه للمباريات كما قلت لك تفوقنا عليهم، تفوقنا فيهم بزاف. يعني اي منتخب جا قدامنا كنا كنلعبوا عليهم كره، كنحكوا معاهم كره. تفوقنا على البلد المنظم اللي هو المنتخب المصري، وتمكنا من تاهل كاس العالم 2026. وفي الدور النهائي ما صعبناش الحظ، خسرنا مع المنتخب الغاني 2-1. يعني البلاد مونتي ما كانش سهل، يعني فريق اللي هو قوي بزاف، ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله في الاستحقاقات الجايه ان شاء الله لما لا نفرحوا بهذا اللقب هذا، ونفرحوا الشعب ديالنا ونفرحوا الملك محمد السادس، وهذا الشيء اللي كان الحمد لله. فيما يخص الاستقبال ديال اليوم، بالنسبه للاستقبال يعني كنشكروا اي كاع المنابر الاعلاميه اللي استقبلوا اليوم، والشعب والناس ديال اكادير، وبالنسبه للمسؤولين ديال البلديه حتى هما كنشكرهم بزاف اللي حضروا معنا اليوم. الحمد لله فرحنا بزاف بهذا الاستقبال، وان شاء الله نزيدوا نفرحوا. بالنسبه للاستقبال في مصر، بالنسبه للاجواء تما، يعني البلد اللي رحب بينا، الناس 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 كرماء، يعني رحبوا بنا احسن ترحيب، والحمد لله كنشكرهم على اي حاجه قدموا لي تما. رغم انه في النهائي في النصف في الربع النهائي المنتخب ديالهم كان يعني ما احترموناش، وحاولوا انه ينيرفونا وسط الماتش وشحال من حاجه، ولكن داك الشيء حنا تجاوزناه وكنبقاو خوت. وهذا الشيء قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.